عيونها فيها سر جميل أوي وغامض أوي يحير أي حد، تقيلة دقيقة الملاحظة أوي وذكية أوي وسريعة البديهة أوي. إحنا بنتكلم عن قنبلة الذكاء أنثى برج العذراء. يلا بينا. اهلا باجمل الناس في الدنيا، برحب بيكم كده كل سنه وانتم طيبين. سلسله نساء الابراج النهارده معانا انثى العذراء، بكره العسل، انثى برج الميزان. هنتكلم كده، ولكن خلونا ارحب بيكم سريعا وادعو اللي ما اشتركش في القناه ان هو يشترك عشان نتواصل دايما مع بعض، والجديد يعرفنا بنفسه. انت بتتكلم عن انثى ذكيه قوي قوي قوي، مهما كنت شايف نفسك ان انت ذكي انت جنبها تلميذ. والحلو ان انثى برج العذراء مش بتاع التباهي، مش زي الاسد كده. الاسد تقول انا، انثى برج الاسد تقف كده في اعلى حته في اعلى مكان عشان الجميع يشوفها وتقول انا. العذراء لا، العذراء متواضعه ومن داخلها عندها قدره او عندها ثقه ان هي اكثر نساء الابراج فيها صفات جميله، واكثر نساء الابراج كاملة أو متكاملة الصفات، ودايما عندها كده حاجة داخلية إن هي تقدر تعمل أي حاجة، وواقعية جدا وممكن تصدمك بالواقعية بتاعتها. ومع ذلك هي عاطفية، مش أنثى جافة المشاعر إطلاقا، ولكن تشغل العقل. عشان كده أنا دايما أقول صعب جدا إن نساء العذراء ينضحك عليها إلا بمزاجها، يعني تبقى عارفة إن أنت ما تنفعش وهايف وشخصيتك مضروبة وأي كلام، بس مكملة معاك عشان بتحبك. هي المشكلة في كده، إنما اوعى تفتكر إن أنت ضحكت عليها عشان سذاجة منها أو غباء منها إطلاقا. ما تتحنجلش كتير لو أنت شاب وتتنطط وتلف، لأنها بتحب الصادق بتاع اللف والدوران ده، بتفقسه وهيبقى شكلك وحش، هتحط نفسك في مواقف بايخة قوي لأنها ما بيندحكش عليها. ومش من النساء بقى اللي هتمشي ورا قلبها وخلاص والعاطفة تغلب، لا، ده في هنا كمبيوتر، في هنا قنبلة من الذكاء، ده اسمها قنبلة الذكاء العذراوية. دي ما تحبش أبدا الكذابين، ولا اللي هم بيلفوا ويدوروا، ولا بتوع الحوارات ولا الكلام ده. ادخل دغري وخليك تقيل وعميق وما تبقاش اهبل، وكل اللي عندك تجيبه مرة واحدة، عشان لو كنت كده مش هتستهويها ابدا. خلونا واحنا بنتكلم كده، انا عايز كل صفات الانثى العذراء توصل للجميع، فندوس لايك ونشير طلب المعتاد، اكبر قدر يعرف صفات العذراء. ويا خجولة جدا من النساء، الخجولة جدا والمهذبة، واللي ضميرها صاحي واللي دايما ضميرها يأنبها لو عملت حاجة غلط، وتصحى وتفوق وترجع كده وتقول ما ينفعش أبدا إن أنا أعمل كده. تنفع قوي في المناصب الإدارية، قعدها على مكتب اديها قلم زي ده وورقة، وهي دايما ما تحبش تسيب غلطة وراها، تبحث عن الكمال، ودي مشكلتها. وانا قلت لما تعمل حاجة تعملها بيرفكت، ولما انت ترتبط بيها برضو عايزاك ما فيكش غلطة، ولو شافت فيك غلطة مش هتسكت. هي ما بيعجبهاش الحال المايل، والنساء الترابية كلها ولكن بدرجات ما يعجبهمش الحال المايل، وتحب الرجل الطموح اللي عنده مستقبل واللي عنده كارير والمميز واللي هو ليه هدف، مش اللي هو عايش سبهللة كده ويمين في شمال في شمال في يمين في تالت شمال على يمين، ما هوش فاهم هو رايح منين ولا جاي منين. لا، تلخبطني معاك وتلخبط العذراء. العذراء ما بتتلخبطش، انت اللي هتلخبط نفسك، هتلاقيها طرحة في صمت. وهي من النساء اللي ممكن جدا تبتعد عنك في صمت، ممكن تبعد في صمت، ممكن ترحل في صمت. عنيدة، صعب جدا ان هي تتراجع عن قراراتها، ودي مشكلة كبيرة أوي في أنثى برج العذراء، إن هي لو خدت قرار أو حطت حاجة في دماغها بيكون صعب جدا إن أنت تغيرها. وكمان من سلبياتها إن هي صعب، مش بالسهل تعترف إن هي أخطأت، مش بالسهل إن هي تقول أنا غلطت. العذراوية رغم إن هي عقلانية وواقعية، ولكن مش سهلة عليها أبدا إن هي تعترف إطلاقا بحاجة زي كده. العيون بقى، العيون
الرموش الحواجب ده سلاح قاتل عند العزروية، ولو هي بس لولا انها مش جريئة قوي كانت كعبلتنا كلنا على وشنا. انسى برج العذراء في حاجة في عيونها دايما انا بتكلم بقى على رسمة العيون، على طريقة الرموش، على الحواجب، على العين من جوه ولون العين. واه بقى لو هي يعني بقول شوية جراءة كده، وكانت عملت لنا هس هس، كانت خلت الرجالة كلها عندها هس هس، الا انها خجولة جدا جدا الانثى دي. من النساء المعجبة بنفسها، هي معجبة بنفسها ومخلصة، من النساء المخلصة واللي تلتزم بالوعد واللي تحافظ على الوعد، إلا بقى لو انت اللي اضطرتها ان هي تغير ده او تعمل حاجة عكس ده، تتحمل المسؤولية وما يعجبهاش الحال المايل زي ما احنا قلنا، واحيانا في النقد لسانها بيحدف دبش. من النساء برضو اللي ما بتزوقش الكلام قوي وما تحبش ان هي تزوي الكلام، تيجي خبطها لك كده وانت وحظك، انا مش لاقي حاجة احدفها، تيجي خبطها لك كده في وشك، هو كده بقى يا ستي. لا هو مش دي، مش انا قلت الحقيقة، انا قلت حاجة كده، مش ده اللي حصل، مش دي الحقيقة العذراء كده، مش ده اللي حصل، انت زعلان ليه؟ وانا قلت حاجة غلط، وانا قلت، وما تخلص منها وتعمل لك محكمة، وهتطلع انت في الاخر غلطان. عندها مهارة حلوة قوي في التعامل مع اولادها، يعني بتمشي بمبدأ الصح صح والغلط غلط، شوية نضحك، شوية في حزم، شوية في شدة، شوية في قيود. العزروية حلوة قوي في بيتها من جوه، وعندها طاقة تحمل للاولاد وشقاوة الاولاد، وتحمل ليك انت كمان كزوج، لانها بتخاف من الشماتة قوي، من الإناث اللي تخاف أوي إن حد يشمت فيها، وعشان كده ممكن تيجي على نفسها عشان النقطة دي، عشان محدش يشمت فيها، وعشان محدش يضحك عليها، وعشان محدش يزيد كلمة واحدة عليها. العذراء من الإناث الحساسة أوي على فكرة، كتومة جدا على فكرة، تصون بيتك أوي وتصون أسرارك أوي، ولو أنت صاحبتها برضو هي من النساء اللي عندها القدرة إن هي تصون السر وتحفظ السر، وعندها قدرة عجيبة وفظيعة على التبرد والتجاهل، من زعماء التجاهل. لذلك ما انصحكش ان انت تلعب بالاسلوب ده معاها من غير سبب يستدعي، لان هي اللي هتدوقك الامرين، هتخليك ان انت تعاني الامرين. هادية، رتم حياتها هادي، اقرب للبطء احيانا، وواحدة واحدة، مش متسرعة ومش هبلة ومش متلهوجة ومش ملحوسة ومش خفيفة، مفيش الكلام ده أبدا، وإلا زي ما بقول تبقى عذراء مضروب على طول. صعب جدا دخولها في علاقة، وصعب لو خرجت من علاقة إن هي ترتبط على طول بسرعة، وإلا تكون بتضحك على نفسها، أو أنت هيرو قوي مميز قدرت إن أنت تنسيها العلاقة الأولانية وتسيطر على قلبها وعقلها الاتنين مع بعض، وكمان متحكمة جدا في مشاعرها، حتى لو مرتبطة بيك ما تنتظرش بقى كل شوية حبيبي وروحي وعمري وقلبي ومش عارف انت الحتة الشمال وانت الحتة اليمين، ما عندهاش حتة المياعة دي العذروية يعني. ولكل قاعدة طبعا استثناءات، لكن هي يعني مش أنثى مايعة من الدرجة الأولى. في نساء مايعة، في نساء، والمايعة في البنت حلوة عشان نبقى متفقين يعني، ولكن العذروية يعني تلاقي ماسكة العصاية من النص من المنتصف كده يعني، تقول لها ما تقولي لي يا قلبي، تقول لك ضربة في قلبك. هي العذراء كده، هي العذراء كده، أنثى برج العذراء كده. خلينا نتكلم جد شوية وعقل شوية بدل ما اديك في وشك. فيعني مع أنثى العذراء لو انت رومانسي قوي ما تسرحش قوي يعني، ما تسرحش قوي لمصلحتك، لان هي بتحب كده يعني. اكتبوا لي بقى اراكم في الحلقة دي، انا بقرا كل اراكم، شيروا على قد ما تقدروا، ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا، قنواتنا التانية اللي بيسأل ازاي تواصل معايا، كل ده في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات لو انت على
الفيسبوك، وبنعمل لايفات على الانستجرام باستمرار. يا ريت اللي عنده ينضم، واي حد بتشوفه فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد اعملوا ابلاغ على طول، ده نصاب وكذاب وحرامي وبيرد باسمي وبينتحل شخصيتي، رجاء لازم نقضي على النصابين دول، وموعدنا بكرة ان شاء الله.